بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أردوغان يا سيدي يرفض الذهاب إلى غلاسكو اللي هي عاصمة اسكتلندا عشان حضور قمة المناخ هناك، وهذا الرفض لأسباب أمنية. طبعا واضح أن المخابرات التركية شغالة شغل جيد، وواضح أن المخابرات التركية تقدر تحمي الرئيس بتاعها، وأنا عن نفسي مش عايز أردوغان يخرج من تركيا أصلا. وأنا بفتكر محمد ضياء الحق في باكستان آخر ما زهقوا منه قتلوه في الطيارة، وكان معاه حتى السفير الأمريكي وكده، لكن هم مجرمين ومش سألين عن الحاجات ديت. الخلاصة أن أردوغان بعد ما خلص قمة العشرين يا أبو الشباب في روما رجع إلى تركيا بسبب ان الانجليز رفضوا الاجراءات الامنية اللي هم الاتراك طالبينها، ومش طالبين حاجة كتيرة، هم طالبين زيهم زي الامريكان. الانجليز وافقوا للامريكان ورفضوا طلبات الاتراك، فاردوغان قال اذا لا نذهب اليهم وكده، وراح رجع الى تركيا والحمد لله وصل بالسلامة، وتعتبر هذه المسألة يعني انتهت إلى حد ما. هم بعدها وجهوا دعوة إلى أكرم إمام أغلو اللي هو محافظ اسطنبول أو والي اسطنبول وكده. الراجل ده لو قبل الدعوة ديت وراح أو عمل أي شيء من الموضوع ده هيبقى بينتحر سياسيا فعلا. وأنا قلت لكم يا جماعة إن المخابرات التركية بتدفع المعارضين إلى الانتحار السياسي، يعني هم بدل ما يمسكوا المعارضين ويدخلوهم القضاء وبعد كده القضاء يديهم احكام طويلة بالسجن وكده، وبعد كده الشارع التركي مش هيستحمل الموضوع لان الخونة كتير وبشكل لا يمكن للعقل ان هو يتصوره، فهتيجي الصحافة الغربية هتقول ان اردوغان بينتقم من خصومه وبيلفق لهم قضايا وحاجات زي كده. فطبعا اردوغان عايز ان هو مش ان هو عايز ينتقم، اردوغان عايز يخلص من شر الافاعي وعايز يدك رؤوس الافاعي، هذه باختصار ده اللي هو عايزه. فايه اللي يحصل؟ بتيجي المخابرات التركية بتدخل في مساومات مع المعارضين، بيقول الوقت انت ثابت عليك هذه الجرائم وقدامك الوقت حل من اتنين، يا اما تخرج من المشهد السياسي بالحسنة وتقعد في بيتكم ومحدش هيجي جنبيك ومش هتخرج من تركيا ومش هيكون ليك اي نشاط، بس تخرج وتسكت وتكفينا شرك، وإلا ان احنا هنقدمك للقضاء التركي وانت عارف هتخش سنين طويلة حبس وكده، ومفيش داعي انك انت تتبهدل في وسط الناس والامور اللي زي كده. فطبعا بيختار الخيار الثاني لان الغرب مش قادر يحميه. انت شفتوا كفالة الغرب ما قدرش يحميه، انت شفتوا ان اردوغان خد قرار بطرد 10 سفراء منهم السفير الامريكي والسفير الفرنسي ولا يبالي، وبعدين السفراء رجعوا ان هم خضعوا مرة تانية واعتذروا، وعشان كده اردوغان سمح لهم بالبقاء في تركيا مرة تانية، والتزموا وتعهدوا ان هم يلتزموا بميثاق فيينا الدبلوماسي. المهم الوقت ان الطابور الخامس سواء كان كفالة او كوان او كان اكرم امام اغلو او غيرهم من المعارضين عرف ان الغرب مش هيقدر يحميهم بالمرة، وعرفوا ان هم الوقت بين حاجتين، يا اما ان هم يرضخوا بمعنى كلمة يرضخوا ويعتزلوا النشاط السياسي، او بالاحرى قول يعتزلوا الافساد السياسي اللي هم بيفسدوه لصالح اسيادهم الغرب وكده، واما اي افعى من الافاعي هترفع راسها مش هتلاقي غير السجن، او انه مستقبلا القانون هيتعدل وهترجع عقوبة الاعدام وهتعاد محاكمتهم وكده، واردوغان هيعمل الحكاية دي وهفكركم بيها لاحقا ان شاء الله رب العالمين. قبل ما اكمل معاكم يا جماعة اعملوا لنا اعجاب بالفيديو لو سمحتوا، وشاهد الفيديو من البداية للنهاية عشان تدعم انتشار الفيديو، والاخوة الجدد لو سمحتوا اشتركوا في القناة، وجميع الاخوة لو سمحتوا فعلوا جرس الاشعارات ليصلكم الجديد، وجزاكم الله خيرا. طبعا انتصار كبير جدا لتركيا ان الطابور الخامس جوه تركيا يستيقن ويدرك بشكل كامل ان الغرب مش هيحميه وان القوة الخارجية اللي بتدعمه مش هتحميه، يعني هو الوقت خلاص وصل الى مرحلة اليأس اعتقد. والوقت انتوا بتشوفوا تصريحات يعني اكرم امام اغلو ده لما يروح يعمل اجتماع او يعمل مقابلة او يعمل تعاهد مع حزب الشعوب الديمقراطي او الاحزاب الكردية اللي هم كانوا بيخطفوا الاكراد الاتراك من داخل تركيا ويجندوهم مع حزب العمال الكردستاني عشان يحولوهم الى ارهابيين بالاكراه وبالقوة وكده،
وامهات معتصمات زي ما انا قلت لكم قبل كده، ومش عايز اقعد اعيد الكلام. فهو لما يروح دلوقتي ان هو يعمل اجتماع مع الناس دي ويظهر معاهم في الاعلام، وبعد كده ظاهرين والصورة اللي وراهم بتبين الناس اللي هي مخطوفة اللي هم يعني الضحايا وكده، فطبعا ده لا يمكن تفسيره الا بان هو الرجل بينتحر سياسيا، ولو هو غبي وبيعمل الموضوع ده ما كانش قدر ان هو يوصل الى موضوع رئاسة اسطنبول وكده، لكن هو في الحقيقة مدفوع للانتحار السياسي. في الحقيقة المخابرات التركية بتضرب رؤوس الافاعي داخل تركيا بكل قوة. خليني ارجع لموضوع ان اردوغان ما حضرش او رفض ان هو يروح غلاسكو عشان الاجتماع بتاع المناخ وكده، وطبعا ممكن يكون في هناك مكر كمان من الانجليز. ازاي يعني؟ ممكن يكون الانجليز بتعليمات من الامريكان مش عايزين اردوغان يحضر قمة المناخ لسبب او لاخر، هيعرقل شيء معين، هيقف عقبة في امر معين، المهم ان هم ممكن يكونوا مش عايزينه يحضر لاي سبب من الاسباب. في الحالة دي ايه اللي هيحصل؟ ان هم هيقللوا الاجراءات الامنية والأسباب الأمنية بتاعته، وبعدين أردوغان سوف يرفض هذا الموضوع لسببين كل واحد فيهم أهم من التاني. السبب الأول إن مسألة السيادة، يعني إزاي أنت تقلل الوفد بتاعه، تقلل الإجراءات الأمنية بتاعته، وإزاي يعني إنك أنت تقبل من الأمريكان اللي أنت مش قبله مني نحن، ودي مسائل أمن يعني مش مسائل مثلا صراع اقتصادي أو مثلا حتى صراع استراتيجي، دي مسائل أمن. يعني في مسألة الأمن يا جماعة بتتساوى الدول كلها على الأقل من خلال المعايير والمقاييس بتاعتهم. فلا بد من وجهة النظر ديت إن أردوغان يرفض إن هو يذهب إلى غلاسكو. ومن ناحية تانية أمنه الشخصي، ودي مسألة لا تقل أهمية عن الموضوع الأولاني، لأن أردوغان يا جماعة حقيقة زعيم الأمة الإسلامية منتظرة هذا الزعيم على الأقل خالص 100 أو 150 سنة أو 200 سنة من أيام سليم الثالث أو من قبل سليم الثالث، والأمة الإسلامية ضيعة بمعنى الكلمة، مرة يتخطفون هنا ومرة يتخطفون هنا لحد ما مزقوا الدولة العثمانية اللي هي آخر قلاع المسلمين، وبعد كده دخلوا عمليات التغريب بتاع بقى السلطان عبد المجيد والسلطان عبد العزيز، وطبعا الطابور الخامس دعك الدنيا، مدحت باشا ومش عارف اسمه ايه، رياض باشا ومش عارف مين باشا، وبعد كده جم بالجماعة بتوع الاتحاد والترقي اللي هم كانوا متربيين في المدارس الفرنسية النصرانية، هم اللي راحوا فتتوا باقي الدولة العثمانية. وقف السلطان عبد الحميد مش قادر يعمل اي حاجة لان المجتمع مهترئ. فجاء اردوغان بعد السنين دي كلها حوالي 150 سنة من الضياع الوقتي، جاء ان هو الوقت بيطرد الطابور الخامس بمعنى الكلمة. في الطابور الخامس طبعا كله مش زي بعضه، في ناس عوام دي لا حول لها ولا قوة، ودول يعني مع اللي يدفع او لما بيكون في ردع بيسكتوا، يعني ما همش قيادة، هم مجرد عوام وديموجاجي وغوغاء وحاجات زي كده، دول بيخافوا وبيسكتوا. لكن المشكلة في رؤوس الافاعي اللي هو اردوغان بيضرب عليهم بقوة من اقول لك من ساعة ما فشل الانقلاب العسكري لحد النهاردة، وهو اردوغان عمال يضرب في رؤوس الافاعي يا اخي سبحان الله. حتى من قبلها على فكرة ما هو قضى على مصطفى كوتش والتاني اسمه جوليو مش عارف ايه، الناس اللي ما كانتش بتدفع ضرائب للدولة دي خالص، وكانت بتعمل مليارات وكانت بتطلع الدولارات برا ونهب اقتصاد البلد وخرب الدنيا وكده. على فكرة تركيا كانت ممكن تكون اقوى من كده عشرات المرات لولا الطابور الخامس اللي قاعد يفسد، ولولا البنية التحتية اللي الغرب بناها بعشر اضعاف او بعشرين ضعف قيمتها الحقيقية، وبقروض غير مستحقة، وبقروض يعني قصة حزينة دي لوحديها يا جماعة. لو هكلمكم على البنية التحتية التركية اللي احنا منبهرين بيها جدا دي، اتبنت باكتر من عشر اضعاف قيمتها، يعني الديون التركية اللي هي قاربت 500 مليار، اعتقد نزلت دلوقتي ل 430 او 435 مليار، اعتقد ان هي اصلها ممكن اقل من 100 مليار. المفروض يعني الغرب دفع 100 مليار، حسبهم علينا 480 مليار، وبعد كده بدأ ياخد عليهم فوائد لحد ما واخد الفوائد دلوقتي 418 مليار،
ولسه ليه من أصل رأس المال 435 مليار، يعني ذبحونا ذبح يا جماعة. فالمجرمين الطابور الخامس دول هم الشركات اللي بتنفذ، وهي اللي بتاخد الفلوس، وهي اللي بتطلع الفلوس. في 2016 بقى يا ابو الشباب، وده ميلاد تركيا الحديثة، تقدر تعتبره من هذا التاريخ. يعني تركيا اتولدت في 15/7/2016 بفشل الانقلاب العسكري، لانه العساكر خلاص ما بقاش ليهم اي قيمة في تركيا، واتحكموا واعتقل منهم 200,000، واردوغان كان مجهز لهم كل حاجة وعارف ان ده هيحصل وكده، الخ القصة اللي انا حكيتها لكم قبل كده. فمن هذا التاريخ يا ابو الشباب تقدر ان تعرف فعلا الانطلاقة التركية. وبفضل الله سبحانه وتعالى كل سنة احسن من الاحسن من اللي قبليها لحد دلوقتي، لانك انت تخلصت من الخونة اللي بيمصوا دماء الشعب وبيمصوا الدخل القومي وبيمصوا كل حاجة ويطلعوها على الغرب مرة تانية. طبعا اردوغان كمان عامل حساب المستقبل وعارف ان هو هيحكم الفترة الجاية ان شاء الله ينجح في الانتخابات. على فكرة الناس اللي قلقانة من ان اردوغان يسقط في الانتخابات، انا اقول لك يا جماعة، مسألة الانتخابات دي هي مسألة ارضاء بس للشعب مش اكتر من كده. انما في الحقيقة اللي بيختار الرئيس كان اللي بيختاروا الامريكان، وهم على فكرة اللي اسقطوا اربكان، وهم اللي اختاروا أربكان، وهم اللي أسقطوه، وهم اللي اختاروا أوزال، وهم اللي قتلوه، وهم بعد كده برضو اللي اختاروا أردوغان، لكن بقى ما قدروش يسقطوه لأن هو شربهم عصير جزم بمعنى الكلمة. وعصير الجزم ده أنا زي ما قلت لكم، منقوع الجزم مع منقوع الخمر الفاسد مع منقوع الحشيش المعفن، وبيطلع بشكل منيل بستين نيلة ويسؤول البغال حكام العرب. لكن أردوغان راح سقيه كمان للإنجليز وسقيه للأمريكان. إيه اللي حصل؟ بسرعة كده، كانت الخطة أربكانية أردوغانية. أردوغان تظاهر قدام الأمريكان إنه هو هيغير مفهوم المجتمع في تركيا وفي العالم الإسلامي، ويخلي الإسلام المستورد من أمريكا هو الإسلام الشائع في كل البلاد دي. خد بالك إن إيران قبل كده حاولت إن هي تعمل المفهوم الشيعي وفعلا نجحت إلى حد كبير، وبعد كده جاء السلطان ألب أرسلان أعتقد وقضى على جزء كبير، لكن اللي قطع جذورهم تماما من الدولة الإسلامية هو السلطان سليم الأول رحمة الله عليه. فالوقت مفهوم الإسلام الشيعي ما بقاش مقبول عقليا بسبب حكاية الأبواب الأربعة والمهدي اللي ليه مش عارف أكتر من 1000 سنة مستخبي. والعجيب إن هم بيؤمنوا إن الرجل ده عنده يعني قدرات خرافية جدا، يعني فوق السوبرمان كمان، وفي نفس الوقت بيؤمنوا ان هو خاف من الخليفة العباسي ودخل استخبى في السرداب. دي المعتقدات بتاعتهم، فلا تتلائم مع عقلية العصر والقرن 21 او القرن 20 وقتها بقى، ساعة ما كان اردوغان في بداية الموضوع كان في بداية القرن 21. فامريكا عايزة تسوق مفهوم اسلامي جديد. ايه هو المفهوم الاسلامي الجديد؟ اسلام ما فيهش جهاد، اسلام فيه يعني زي النصرانية كده باختصار، يعني باختصار انت خلاص حبيت ربنا والله عز وجل ضحى بالمسيح اللي هو ابنه، ده من وجهة نظر النصرانية يعني، عشان يفدي الخطيئة بتاع البشر وكده، ودخلوا في التخريف دي. عايز يجيب لك الاسلام في صورة مبلورة بهذا الشكل، بحيث ان هو يقضي على فكرة الاسلام والترابط الاجتماعي والجهاد والترابط بين الثقافات والحضارات المختلفة، يعني العرب والأكراد والأتراك والمغول والهنود ومش عارف مين وكل دول، بتلاقيهم بيجوا في الآخر خالص بيندمجوا في بوتقة الإسلام وبيذوبوا في بوتقة الإسلام، وعندهم ترابط عاطفي كبير مع بعضهم، وعندهم ترابط ديني كبير مع بعضهم. فأمريكا عايزة تقضي على الموضوع ده. فأردوغان وأربكان أوهموا الغرب إن هم يعني هيعملوا لهم الموضوع ده. أردوغان بدأ يتظاهر بالعداء مع أربكان، وده إدى الأردوغان ثقة عند الأمريكان، وبعد كده بدأ إن هو يعني يتسحب شيئا فشيء، وبعد كده مسك الوزارة. لكن في نفس الوقت كان عمال يعد العدة، لأن هو عارف إن الأمريكان هيوصلوا لنقطة معينة وهينقلبوا عليه،
وفعلا نجح أردوغان بفضل الله وحده لا شريك له. جم الأمريكان انقلبوا عليه في 2016، كان هو مجهز على طول رجاله والخلايا النائمة، وبعد كده قضى على الانقلاب وقطع الذراع الطولة للغرب في تركيا. حكيت لك أنا بقى ليه القصة دي، حكيتها لك يا سيدي عشان عايز أوصلك لمفهوم معين. إيه هو المفهوم ده؟ المفهوم ان اللي بيحكم واللي ماسك مقاليد الحكم الحقيقي مش الظاهري، مش الطراطير اللي انت بتشوفهم على الشاشات، يعني الدولة العميقة هي اللي بتحكم، هي اللي بتختار لك الرئيس، وبعد ما تختار الرئيس بيشتغل الاعلام شغل جامد على اساس ان هو يدعم هذا الرئيس عند مين؟ عند الشعب. وبعد كده يقولوا للشعب يلا يا عم روح اختار، فالشعب يروح يختار الرئيس اللي الدولة العميقة عايزاه. دي حتى حصلت في أمريكا أكتر من مرة، حتى لما ترامب جاء كان الأصوات مش كافية إن هي تنجحه، يعني هيلاري كلينتون خدت أكتر من ترامب 1,000,000 صوت، لكن اللي خان الموضوع الناخبون الكبار هم اللي خانوا الشعب الأمريكي، يعني الناخبون الكبار خانوا الشعب الأمريكي وهم اللي انتخبوا ترامب بدل ما ينتخبوا هيلاري كلينتون. لأن طبعا قصة الانتخابات الأمريكية دي ملعبكة جدا، هبقى أعمل لها حلقة لوحدها إن شاء الله. الخلاصة عايز أقول لك إن الدولة العميقة هي اللي بتحدد الرئيس. الوقت أردوغان بفضل الله سبحانه وتعالى قدر إن هو يطهر تركيا من الدولة العميقة الأوروبية والغربية والماسونية، وقطع دابرهم وطردهم ودخل السجن 200,000 واحد ما بين مخابرات سابقة كان مع غلن، ما بين صحافة مع غلن، ما بين رجال جيش وشرطة كانوا مع غلن، يعني اخطبوط كان ماسك الدولة أبو الشباب. فطبعا الوقت الغرب ملوش أي نفوذ يذكر في تركيا، وبالتالي مين هو اللي هيحدد الرئيس؟ هو الأتراك. بس أنا أقول لك كل احترامي طبعا للشعب التركي ولكل شعوب المسلمين، أنا هقول لك مش الشعب التركي هو اللي هيختار، الشعب التركي هو اللي هيروح يختار في صناديق الانتخابات، لكن اللي هيختار الرئيس الحقيقي مين؟ هي بقى الدولة العميقة جوه تركيا. طب مين الدولة العميقة الوقتي جوه تركيا؟ الدولة العميقة الوقتي جوه تركيا هي دولة إسلامية صرف، وانت شفت أردوغان رجع الملي جروش وعمل معهم تصالح كبير جدا بعد ما كانوا زعلانين منه بسبب تمرده على أربكان اللي هي كانت مسرحية في الحقيقة، والوقت فاتح أربكان يا أبو الشباب على الطريق، وممكن يكون هو الرئيس التركي المحتمل بعد أردوغان إن شاء الله، بعد عمر طويل إن شاء الله يكون أردوغان خد الفترة بتاعته بقية الفترة دي والفترة الجاية، يعني ممكن بعد 8-9 سنين من الوقت ممكن يكون فاتح أربكان. طبعا تغيير النظام في تركيا إلى نظام إسلامي وإلى أهل حل وعقد والأمور دي حقيقة عايزة فترة طويلة، مش هتنفع في سنة ولا في 2 ولا في 3، دي ممكن تكون عايزة جيل كامل يا جماعة يتغير، يعني ممكن الموضوع يوصل لعشرين سنة وممكن أكتر. عموما إن شاء الله لنا لقاء آخر، وأكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.